بعد مراسم الاستقبال وفي بداية أشغال الاجتماع ألقى السيد الفريق كلمة أكد فيها الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتكوين مورد بشري مؤهل يتحلى بالمهنية والاحترافية من أجل رفع التحديات المطروحة في ظل محيط جيوستراتيجي غير مسبوق. بالفعل، فإذا أخذنا بعين الاعتبار التحديات الجديدة في محيط جيوستراتيجي غير مسبوق وتطور الأحداث الخطيرة التي شهدتها وتشهدها المنطقة الإقليمية، أصبح مطلب تكوين مورد بشري مؤهل يتحلى بالمهنية والاحترافية يمثل أحد أهم المنافذ التي تمكن من رفع التحديات المعاصرة على الصعيد الدفاع والأمن الوطني. وعليه نستطيع القول بأن جهاز التكوين في الجيش الوطني الشعبي يجب أن نتعامل معه في إطار مقاربة ديناميكية كنظام تطويري قابل للتحسن والإصلاح باستمرار من حيث أهدافه وبرامجه ووسائله ومناهجه حسب طبيعة السياق السائد الذي لا يمكن إدراكه في بعده الحقيقي إلا عن طريق اليقظة العالية والحرص الدائم. بناء على ذلك وللإبقاء على هذه الديناميكية ولتجسيد هذه الأهداف الهامة، يتعين على كافة المستويات القيادية والمتدخلين في مسار التكوين على جميع الأصعدة، كل فيما يخصه السهر على الحفاظ خلال الدورة التكوينية 2020-2021 على المكتسبات المحققة في السنوات الماضية، مع العمل على التوجه أكثر نحو الامتياز بفضل إدخال التصحيحات المستمرة في مجال التخطيط وتنفيذ وتقييم وإعادة تكييف أهداف التكوين. السيد الفريق أكد ضرورة استغلال الرصيد المعرفي الثري والمتراكم الذي تزخر به المدرسة العليا الحربية للإسهام والمبادرة بدراسة استشرافية معمقة حول قضايا استراتيجية مطروحة سواء على الساحة الوطنية أو الإقليمية. كما أود بهذه السانحة أن أتطرق إلى قضية في غاية الأهمية، وهي ضرورة استغلال الرصيد المعرفي الثاري والمتراكم الذي تزخر به المدرسة العليا الحربية بعد 15 سنة من إحداثها للإسهام والمبادرة بدراسات استشرافية معمقة حول قضايا استراتيجية مطروحة سواء على الساحة الوطنية أو الإقليمية، بغية تقديم اقتراحات واقعية وتوصيات ملموسة من أجل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا بما يخدم المصلحة العليا للوطن، لكي تصبح هذه المدرسة المرموقة قوة اقتراح حقيقية، فضلا عن العمل على توجيه الدراسات والبحوث التي يقوم بها الضباط الدارسون لمعالجة إشكاليات واقعية مطروحة على مستوى قوام المعركة في المجالات التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية، مما من شأنه إضفاء صفة التكامل بين المحك الميدني ومجال البحوث والدراسات.
بعدها تابع السيد الفريق عرضا شاملا قدمه قائد المدرسة تضمن حصيلة الأهداف المجسدة منذ انعقاد الدورة السابقة للمجلس التوجيهي وما هو مخطط للسنة التكوينية المقبلة 2021-2022. بعد ذلك استمع أعضاء المجلس التوجيهي إلى عروض تتعلق بمختلف جوانب التكوين بالمدرسة العليا الحربية ومناقشتها وإثرائها وتقديم الاقتراحات الكفيلة بالرفع الدائم من مستوى التكوين العالي بهذه المدرسة. في الختام قام السيد الفريق بزيارة بعض المرافق الإدارية والبيداغوجية والمنشآتية.